دعونا نستعمل أداة مضافة للمتصفح كروم تدعى ويب سكريبر لاستخلاص البيانات من مواقع الويب. لتنصيب ويب سكريبر توجه إلى موقع جوجل واكتب ويب سكريبر كروم ويب ستور باستعمال أحدث نسخة من متصفح الويب كروم الخاص بك. انقر على الرابط واختر Add to Chrome. هذا هو كل ما في الأمر. إذا كان التنصيب ناجحا ستشاهد أيقونة تمثل شبكة عنكبوتية في الزاوية العليا اليسرى من متصفحك. دعونا نستخلص المعلومات من موقع يسمى بيلبورد. إذا انتقل إلى billboard.com وانقر على هات 100 لنبني جدولا يظهر لنا ترتيب الأغاني المئة الموجودة في هذه الصفحة. سيضم جدولنا 4 أعمدة: المركز الحالي والمركز الأسبوع الماضي واسم الأغنية واسم الفنان. انقر زر الفأر الأيمن في أي مكان وافتح ويب Inspector. نظرا لأنك نصبت الأداة المضافة ويب سكريبر فاستر الآن علامة تبويب تسمى ويب سكريبر. انقر عليها. انقر على إنشاء خريطة موقع جديدة. انقر على إنشاء خريطة موقع. أعطي خريطة الموقع اسما مثل بيلبورد 100. انسخ ولصق عنوان URL هنا. انقر على إنشاء خريطة موقع. كما ترون هناك 100 مربع نصي في صفحة الويب هذه تضم المعلومات التي نريدها. دعونا نخبر ويب سكريبر عن مكان وجود المربعات هذه. انقر على إضافة محدد جديد. أعطي اسما لمحدد الخاص بك مثل مربع. النوع هو عنصر نظرا لأننا نبحث عن المربعات في صفحة الويب. اختر المربع متعدد. انقر على اختيار ومرر مؤشر الفأرة فوق المربع الأول حتى ترى أنه تم تمييزه بشكل كامل باللون الأخضر. انقر عليه حتى يصبح أحمر اللون. افعل الشيء نفسه بالنسبة للثاني والثالث. انزل للأسفل واختر المربع الذي لم يتم تمييزه. الآن انقر على تم التحديد وانقر على حفظ المحدد. الآن انقر على هذا المربع. نحن الآن على استعداد لاستخلاص المعلومات التي نريدها. عد إلى المربع الأول وانقر على إضافة محدد جديد. دعونا نضيف عمود المركز الحالي. اكتب المركز الحالي والنوع هو نص نظرا لأننا نستخلص نصا من هذا المربع. انقر على تحديد ولاحظ أن المربع الأول أصبح أصفر اللون وهذا أمر متوقع. انقر على رقم 1 بعد أن يصبح أحمر. انقر على تم التحديد. نحن الآن جاهزون لحفظ هذا المحدد. سنتبع خطوات مشابهة جدا فيما يخص مركز الأسبوع الماضي واسم الأغنية واسم الفنان. لننجز مركز الأسبوع الماضي اكتب الاسم، انقر على تحديد، تم التحديد وحفظ المحدد. أضف محددا جديدا، انقر على تحديد، تم التحديد وحفظ المحدد. أضف محددا جديدا، انقر على تحديد، تم التحديد وحفظ المحدد. انقر على خريطة الموقع وانقر على استخلاص. انقر على بدء الاستخلاص. ستفتح نافذة متصفح وتتلقى شعارا عند الانتهاء من الاستخلاص. انقر على تصدير البيانات كملف CSV. انقر على تنزيل الآن لحفظ ملف CSV على جهاز الحاسوب الخاص بك. أنت الآن جاهز لاستخدام البيانات المستخلصة في تطبيق جدول البيانات المفضل لديك.